من مدينة طوباس، حيث بدأ موسم الزيتون في هذه البلدة التي تمتاز بزراعتها بكثرة للزيتون. صباح الخير طبعا لكل المزارعين وأهلنا المتوجهين لأراضيهم لقطف الزيتون، ولها الشجرة المباركة اللي بتحتل مرتبة ومكانة خاصة في قلوبنا، في قلوب الصغير قبل الكبير. هاي الشجرة اللي تعتبر جزء من إرثنا وتراثنا العريق الفلسطيني. طبعا احنا اليوم حاليا متواجدين لدى إحدى العائلات في بلدة عقبة كما تحدثت، لنقل أجواء موسم الزيتون، الأجواء العائلية. طبعا اليوم بنلاحظ تغيب الصغار عن موسم قطف الزيتون بسبب وجودهم في المدارس، لكن بالتأكيد الكبار حاضرين هنا في هذا الموسم. بداية بنرحب بأشرف غنام، أحد أصحاب هذه الأرض والمزارعين. يسعد صباحك أشرف، وكل عام وأنت والعائلة بألف خير. صباحكم، يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحك، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم. يعني نرحب، طولي بالك. يعني بما أنه إحنا فرصة هاي ننتهزها أنه إحنا على تلفزيون فلسطين، يعني شاشة الوطن وشاشة الكل، من نوجه من هالمزارعين الصغار لكل فلسطين هيك تحية صباحية حلوة عبر أثير فلسطين. أهلا وسهلا، شكرا لك على الترحيب. يعني بداية نحكي عن موسم قطف الزيتون، هالموسم يلي زي ما حكيت يعني بيحتل مكانة خاصة بقلوبنا، في الصغير قبل الكبير، الجميع بيشارك بهالموسم يعني بننتظره بفارغ الصبر. صحيح. من سنة لسنة، أشبه بالعيد، أشبه بالعرس الوطني موسم قطف الزيتون. نحكي عن قطف الزيتون لكم هون في أرضكم على وجه الخصوص. صحيح، هو أكثر من عرس وطني، هو أكثر من عيد. يعني إحنا بنكون في شغلنا بوظائفنا، ما بنصدق وهو يجي هالموسم، بناخذ إجازة وبنيجي نساعد الختيارية. موسم الزيتون أصلاً بيعني لنا إشي كثير. يعني هو بفلسطين، يعني هاي الزيتونة اللي بخرطوا عليها الحجاج، أنا بأكل منها، أبوي أكل منها، وسيدي أكل منها، وسيد أبوي أكل منها. فأنت بتحكي عن شجرة الزيتون، يعني أيقونة فلسطينية ورمز، والله منعتز فيها ومنحبها، يعني ومنحب موسم الزيتون كثير كثير كثير. يعني ولمة العيلة وبريك الشاي والأهازيج هالختياريات، يعني إشي والله حلو. نتمنى إنه إن شاء الله ربنا هيك يعني يديم علينا الأمن والسلام في هالبلاد، وتظل هالزيتوني جزء أساسي من أركان هالوطن الغالي إن شاء الله. الله، وموسم خير وبركة أصلاً على الجميع. يعني طبعاً أنت تارك شغلك زي ما حكيت وجاي لتشارك العائلة، هذا الشيء قديش بعني لك؟ شيء كثير كثير كثير. يعني الواحد يعني هذه فرصة أصلاً، إنه الواحد، أنا بعرف ناس حتى يعني أطباء ما بصدقوا هيجي موسم الزيتون، فبعني لي إنه أكثر إشي إنه بتحس حالك متمسك في الأرض، متمسك بالزيتون. بظل كلنا الختيار، ترى الزيتوني مش بس بموسم الزيتون تروحوا لها، روحوا لها كل يوم، روحوا لها كل فترة، هو بحب يظل يروح على الأرض علشان هي بتحس. تخيلوا لوين بيحكوا لنا الختيارية. والله يا ريت يعني إنه هيك نشارك كل الناس فرحة الزيتون، وحرام أصلاً موسم الزيتون يضيع فرحته. فرحة كثير حلوة، فرحة كثير يعني إلها تقاليدها وإلها عاداتها وإلها تاريخها المتأصل بفلسطينيتنا عبر مئات السنين، مش اليوم ولا امبارح ولا قبل، وراح تدوم لمئات السنين إن شاء الله. أنتوا لكم تقريبا كم يوم من بلشين في هالموسم ومشاركة العائلة؟ تعليمات وزارة الزراعة، تعليمات الوزارة حكت إنه ب 13/10 انزلنا يعني بهذا التاريخ. هم بصراحة يعني، وهي برضو أنا أحب يعني والله بحب إنه انتهز الفرص، إنه نوجه الرسالة لكل فلسطين، إنه في عنا وزارة الزراعة صراحة بتشتغل جنود مجهولين. ما بصير إنه إحنا ما نوجه لهم هاي التحية، والله بتابعونا طول السنة، رائعين جدا. يعني مهندسين الزراعة ووزارة الزراعة، أنا بحكي عن مديريتنا في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، رائعين. فهم بتابعوا معنا، وإحنا نزلنا في الموسم المحدد اللي حددته الوزارة، وماشي الأمور الحمد لله رب العالمين تمام. زيت ممتاز، الزيت ممتاز طيب، يعني أنا رحت على المعاصر، ممتاز جدا الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله موسم خير يا رب. شكرا لك على رسالة أشرف، رح نرجع لك ونسمع هزيج خاصة بالزيتون، لكن رح ننتقل ضياء وريما للحجة أم إياد الموجودة هون، يعني اللي جاي رغم تعبها لتشارك عائلتها بموسم قطف الزيتون. يسعد صباحك حجة أم إياد. سعد صباحك. سعد صباحك حجة. يعني طبعا الحجة بذكر إنها تعبانة، وعلى الرغم من هيك جاءت لتشارك العائلة بموسم قطف الزيتون. كل عام بخير حجة. نعم. يسعد صباحك. احكي لنا عن موسم قطف الزيتون بالنسبة لك، وكديش مهم تشاركي العيلة بموسم قطف الزيتون رغم انك تعبانة. الله من يبقى تفضل ارتاحي. انا عندي رجب بدني ما بقدرش. يعطيك العافية. الله يعافيك. قبل الهواء انك تحبي انت تيجي مع العيلة تشاركيهم موسم قطف الزيتون، مظبوط؟
احكي لنا عن موسم قطف الزيتون بالنسبة لك. شو بدي اقول يا جماعة؟ شو بتحب الزيتون موسم الزيتون؟ ما شاء الله رضا يا زيتون يا حامل عالمه، واللي يحبونا يجي على دارنا، يا ليمون يا حامل عالمه يجي على دورنا، واللي يحبونا يمو مرحبا. الله يعطيك الصحة والعافية حجة، شكرا لك، الله يعطيك طولة العمر، شكرا لك. مستمرين برضو مع الحاج ابو محمد، يعطيك العافيه حاج. يعني لو تحكي لنا عن اجواء الزيتون بالنسبه لك واهميه مشاركه العائله فيها والاجواء العائليه اللي بتحملها وبحظى فيها موسم الزيتون عندنا كشعب فلسطين. بالنسبه لي خلاص ابو اشرف خلاص. حكينا قبل الهوى عن يعني اجراءات خاصه بتتبعوها للزيتون، احكي لنا اكثر عن الموضوع. تمام يعطيك العافية حاج أبو أشرف. يعني حكينا عن موسم قطف الزيتون بالنسبة إليك. الحمد لله أنا بالنسبة إلي بعبد الزيتون عبادي، يعني عندي زيت الزيتوني مثل ولدي، يعني بربيها مثل ولدي وبحب الزيتون كثير. يعني يعني هاي إشي يعني إشي من حد ما خلقت على زمن أبوي وأبو أبوي، يعني بقينا كلهم بقوا يحبوا الزيتون. يعني يعني الحمد لله رب العالمين، كل سنه ما بصدق الله هو جو موسم الزيتون. وانا بالنسبه لي بطول السنه يعني بظل اروح على الزيتون و يعني اشك عليه واحرثه، بحرثه طبيعي يعني برشوش رش بعنا لو ولا بسمد سماد كيماوي كل عضوي، وكل ما ظلش عنا الا الزيتون يعني ناكل يعني نتفه الزيت اللي ناكلها عضوي، والباقي كله كيماوي كله كيماوي كيماوي. لا الحمد لله موسم الزيتون السنه مليح الحمد لله رب العالمين. نعم يعني شجره الزيتون شجره معطاءه كثير لكن بحاجه لاهتمام كبير من قبل المزارع الفلسطيني. احكي لنا شوي عن اهتمامك بشجره الزيتون في ارضك. انا بالنسبه لي طول السنه دائما يعني فيش الا دائما اروح عليها، ما يعني بحب اروح عليهن، ويوم اروح عليهم بشيف يعني كاني قاعد في بيتي وزياده شوي، يعني بحب اشوف يعني كاني في منتزه يعني. بحب يعني المنتزهات بروحش عليها من مره الحمد لله، اما بحب اروح على الزيتون وبنساوي شاي وبنشرب شاي ومنكيف يعني هناك في مواسم الزيتون منكيف الحمد لله رب العالمين. ووزاره الزراعه دائمتنا دائما، بس انا بكل شيء من القرونة وجاي لا ما طلوش علينا، فكت واحد اسمه زفاف في وزاره الزراعه في طباس، فكت تيجي تعطينا احصاص ودروس يعني يعطونا ينبهونا للشغلات يعني. شكرا لك حاج ابو اشرف، نتمنى لكم التوفيق بهالموسم الخير موسم البركه لاجل الزيتون. يعني بس اسمحوا لي ضياء وريما ان نختم يعني بهزوجه صغيره من قبل اشرف المزارع في هذه الارض لحتى نختم هالنافذه فيها، ويسعد صباحكم من جديد. انا يعني احنا دائما في عنا نعم شكرا شكرا مي المصري على كل هاي التفاصيل، وبالتأكيد نتمنى لكل المزارعين ولكل أهلنا أن يكون هذا موسم خير إن شاء الله إن شاء الله على الجميع.